حزين لأن ما سجل الرابع، وهذا الحيوان ولا كأنما موجود بالملعب. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد منكم أسطورة. قبل ما ابتدي اطلب عندكم ضغط زر اللايك، الاشتراك بالقناة، تفعيل زر التنبيهات. وصلوا هذا المقطع اكثر من 3000 لايك مباشرة. خلينا نروح ونشوف جدولنا الحلقة اليوم. عندنا مباراة اسبانيول وسيلتا فيجو، طبعا احنا بداية الموسم، مباريات المنتخب سكيب، وعندنا دوري ابطال اوروبا ان شاء الله وريال بيتيس. هدفنا هذا الموسم يا شباب هو الفوز بدوري ابطال اوروبا، بما انه اخر موسم الي مع ريال مدريد واخر موسم الي بالفعل، والاعتزال ان شاء الله راح يكون بعد هذا الموسم. الحلقة الماضية أخذنا كأس السوبر الإسباني، واليوم إن شاء الله راح نفتتح الدوري الإسباني ونبدي مباشرة. هذا التشكيلة اللي نازل بها المدرب، أنا جاي ألعب جناح يسار كريم بنزيما رئيس حربة. سويت تصويت والأغلبية اختاروا الكاميرا العالية يا شباب، فهذه هي الكاميرا الأغلبية يريدوها، فأكيد نلعب بالكام اللي يريدون الأغلبية. طبعا نحول على الكرة، طريقة التحويل للكرة يا شباب، هذه الكاميرا تضغط التاتش باد، هذه التاتش باد يا شباب، وهو من عندكم يسألوني كيف، بس تضغط التاتش باد. انا طبعا مسوي مقطع فيديو واشرح بيها بعض الامور تتعلق بكل اسطورة. عرضية، ارفع ارفع يا حبيبي، ارفع رأسي، اوب 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 اوب. شباب اعتذر شوية، تعبان مريض يعني، فاحتمال ما اقدر اتفاعل ويا الكرات بصورة جميلة يعني مثل العادة. يلا يا مصطفى، يلا اصعد اصعد اصعد، الريد جول الريد جول، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. اللي اعتقد موسمين ما ماخذ دوري ابطال اوروبا، يعني ما عندي شيء هذا الموسم غير التفكير بلقب الابطال. اريد امشي الفوز لقب دوري ابطال اوروبا يا عمري، واخلي ريال مدريد يفوز. يا سلام، يلا يا مصطفى، العب 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 يا كريم، هدف اول، اسيست، وحلو الجول يا كريم. العب 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 خواكين خواكين، تصويب، سهله سهله بيد دياغو لوبيز. اسكو الى مصطفى، يلا يلا يلا، اريد هدف اريد هدف يا مصطفى، انت سجل. وين 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 مارسيلو، حلو كريم، بنزيما الى مصطفى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، يا سلام، لازم اسجل، وهدف بالفعل 2-0. يا لا 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 لا، مودريتش الى مصطفى الى لوكا، مودريتش تصويب، سهله سهله يا مودريتش. ويا كريم ويا كريم، العب 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 كريم، بنزيما التصويب، بو 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 بو. ارفع ارفع يا حبيبي ارفع، جاي تسوي، يلا ايسكو 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 ايسكو، عرضيه، لا 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 يا شباب، ترجع عندي مصطفى، لا 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 لا، حلوه حلوه كانت الكره، يلا يا ايسكو، عرضيه بالراس يا مصطفى، جول، الله 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 الله، دياغو لوبيز والله خلص كرات كثيره اليوم. حلوه الى كريم، بنزيما يمرر عندي مصطفى، الله 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 الله، توصل توصل ايسكو الى مصطفى، اضرب يلا يا ولد، لا 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 لا، الى بنزيما، يا سلام مصطفى، مصطفى والهدف يا عمري، 3-0 على اسبانيول بافتتاح الدوري الاسباني، سجلت هدفين بهذا اللقاء. خلاص نهايه المباراه، 3-0 فوز وثلاث نقاط لفريقنا. بنزيما افضل لاعب بالمباراه. اتلتيكو مدريد فازوا وبرشلونه ايضا فازوا، هذا ترتيب الدوري، احنا بالصداره بعد جوله اولى، 6 مشاركات 6 اهداف هذا الموسم واسيست 1. اعلان جائزه افضل لاعب في اوروبا، المفروض يعني انا ما سويت شيء الصراحه يا شباب الموسم الفائت، بس انا اقوى لاعب، ابقى انا اقوى لاعب وانا افضل لاعب في اوروبا، يعني بالنسبه لدوري الابطال ما سوى شيء، ما اخذنا دوري ابطال اوروبا. هسه مباراه سيلتا فيجو، خلينا نسوي هذه المباراه سكيب حتى نلعب مباراتنا بدوري ابطال اوروبا. فزنا 3-0، وصلنا للنقطه السادسه، برشلونه هسه بالصداره، صار عندي 8 اهداف، يعني مباراه ضد سيلتا فيجو سجلت هدفين. اخر يوم بالانتقالات، ما عندي اي شيء في فتره الانتقالات. مباريات المنتخب سكيب، عادلنا 0-0 ضد اسبانيا، فزنا 2-0 على البرتغال، هسه مباراتنا ضد دينامو زاغرب دوري ابطال اوروبا، خلينا نروح نشوف مجموعتنا بالابطال. ارسنال اياكس ودينامو زاغرب، يعني اضعف واحد بالمجموعه هو دينامو، وأول مباراة ضده، مباشرة بداية مباريات دوري أبطال أوروبا والمباراة الأولى يا عمري، ما شفنا المجموعات البقية. يا سلام، مصطفى 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 يتقدم، يا ولد يا ولد يا ولد، اضرب اضرب يا عمري اضرب، والهدف الأول، 1-0 لريال مدريد. خطرة، تصويبة، لا سهلة سهلة بيد حارس المرمى. يلا يا مصطفى، يلعب إلى كريم، بنزيما إلى مصطفى، يا سلام تصويب يا ولد، سهلة سهلة بيد الحارس للأسف. واكين، يلا انطيني انطيني يا كريم، يا سلام، وين 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 التمريره يا كريم، الى مارسيلو مارسيلو، يرجع الى مصطفى، التصوير، لا 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 لا، الحارس الحارس يا حبيبي الحارس، حلوه مارسيلو الى مصطفى، مصطفى يتقدم، يلا يا مصطفى يلا يا مصطفى، مرر، يا سلام، اسيست لكريم بنزيما وهدف، جول، 2-0 على دينامو زاغرب. خواكين، العب الى كريم، بنزيما بنزيما، مرر، يا سلام، مصطفى الى كريم، لا تصوب لا تصوب، والله الوان تو كان مفتوح يا شباب، ما اعرف ليش يا بنزيما، مو من عوايدك تكون اناني. مصطفى
يلا سجل سجل يا بنزيمة سجل، ولو ما انطيتني الكرة بس انا انطيك وانطيك اسس ثاني يا بنزيمة. وصارت 3-0 بالدقيقة 43. كريم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، با 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 جول 4-0، هاتريك لكريم بنزيمة. اعتقد ايضا يعتبر اسيست الي، كتبوا لي بالتعليقات هل هذا اسيست او لا. شوف الكرة وتصويبه، يا سلام يا بنزيمة. شباب تعليق الحلو ترى يكون من نصيبه التثبيت يا شباب، يعني اذا شفت التعليق وعجبني الصراحة اكيد راح اثبته، بس لا ترجع وتكرره لان تعليق مكرر اكيد ما راح اثبته وحتى ما انطيق. عرضية ابعد، خلص الدفاع ممتاز، حد الان دفاعنا ممتاز. العب 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 الى مارسيلو 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 مارسيلو، العب لي يا سلام. مصطفى مصطفى اتقدم واضرب، لا 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 الحارس. العب يا مارسيلو، انطي الكريم الكريم يا مارسيلو، حلوه يا مصطفى، توصل لخواكين خواكين الى كريم بنزيما، دائما يصوب كريم، اناني يا كريم هذا الموسم. نهايه المباراه 4-0 على دينامو زغرب، اخذنا الثلاث نقاط الاولى بدوري ابطال اوروبا. كريم بنزيما سجل هاتريك يا عمري هاتريك. بنزيما افضل لاعب بالمباراه، انا نطيت اعتقد 2 أو 3 اسيست بهذه المباراه الاخيره. هذه نتائج باقي المباريات، ارسنال يفوزون على اياكس وهذا ترتيب مجموعتنا. بالفعل 3 اسيست انا نطيت، صار عندي 9 اهداف 4 اسيست. هسه مباراتنا ضد ريال بيتيس بالدوري. اوه هالمره جارث بيل جاي يلعب اساسي، لا يا مدرب لا يا زيزو، جاي يسوي زيدان، ليش تشي بهالشكل يا زيدان. المباراه على ملعبنا وامام جمهورنا، للاسف بنزيما ما نازل بهذا اللقاء، المفروض انا يلعبني رئيس حربه، ما يخلي جارث بيل رئيس حربه. يا سلام مصطفى مصطفى مصطفى، اوه ضرب يا ولد، لا 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 لا، كانت قريبه. يلا يلا يا شباب، اريد هدف، اريد الهدف الاول، هدف الاول قريب. مصطفى الى لوكا، مودريتش مودريتش مودريتش، الله 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 الله، كوادرادو. مصطفى العب 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 يا حبيبي، سهله سهله، شنو هذه التمريره، خطره تسويبه، لا سهله سهله بيد الحارس الى مصطفى. واحد ويا يا شباب وينكم، يلا العب لهذا، يا سلام انطيني 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 يا مارسيلو، هي هي يا مصطفى، هي يا عمري هي. 1-0 هدف التقدم يا حبيبي. يلا يلا يا جارث بيل، يا سلام، عدت عدت عدت، مصطفى اضرب، الله 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 الله، راحت خرجت الى ضربه ركنيه. خواكين يلعبها قصيره، عرضيه عرضيه، ارفع ارفع يا صديقي ارفع، الله 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 الله، مصطفى العب، يا سلام. خواكين عرضيه الى جارث بيل، الحارس الحارس الحارس. العب العب الى مودريتش، انطي مودريتش، يا سلام. يلا يا لوكا الى مصطفى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، سريع 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 سريع، مرر، لا 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 لا، طالت يا حبيبي، ليش كرتي هي خواكين، شنو هذا، الله الله الله، بعدي 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 بعدي، هذه المرة ما تضيع، هذه المرة ما تضيع يا عمري، ما تضيع الكرة، جول 2-0 يا سلام. مرر مرر لخواكين، يا سلام، انطيني انطيني يا ولد، يلا يا مصطفى، يلا ممكن ممكن هاتريك ممكن، ها با 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 با، الكرة جول و3-0 وهاتريك يا عمري، هاتريك يا حبيبي. بس الثالث غير، الثالث من قنبلة من صاروخ أرض جو، شوف الإعادة، شوف الكرة، شوف 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 شوف، بوم يا ولد يا ولد يا ولد، على هذه القدم الصاروخية الفتاكة. لوكا مودريتش، كرة ولا أروع، يلا 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 يا مصطفى، ممكن سوبر هاتريك ممكن السوبر هاتريك ممكن السوبر هاتريك، لا 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 لا، حصل ضربة ركنية. خواكين انطني اياها على راسي، يلا ارفع، عرضية عرضية عالية، مصطفى الراس، قوم، الله 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 الله، يلا يا جارث بيل، يلا يا جارث بيل اللي كل شيء ما محصلين منك، الى مصطفى، يا سلام، عد عد يا لعيب، كرة جميلة. خلاص نهاية المباراة 3-0، فوز مستحق وهاتريك على ريال بيتيس. اتلتيكو مدريد يتعادلون 0-0 وبرشلونة فازوا 3-0. احنا بالصدارة، برشلونة مركز ثاني، فارق الاهداف فقط بيناتنا وصار عندي 12 هدف. هسه مباراتنا ضد خيتافي، خلينا نشوف مركزهم، ممكن اسوي لها سكيب، مركز 16 نسوي سكيب رايو ايضا سكيب حتى نلعب مباراة ارسنال. فزنا 4-1 على خيتافي وبرشلونة فازوا ايضا، يبقى جدول الترتيب مثل ما هو. سجلت هدف بالمباراة ضد خيتافي، صار عندي 14 هدف. فزنا 2-0 على الرايو، برشلونة أيضا فازوا، الدوري يبقى مثل ما هو، منافسة شرسة بيننا وبين برشلونة، للأسف ما سجلت بالمباراة الأخيرة. هسه مباراة أرسنال بدوري أبطال أوروبا، هذه تشكيلتنا، تشكيلة قوية، لكن إيسكو للأسف ما جاهز. طبعا هذه المباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا بالسانتياغو برنابيو مباشرة، خلوا نروح بداية المباراة، آخر لقاء بحلقة اليوم إن شاء الله، ناخذ 3 نقاط، أهم شيء نتصدر مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا. خطرة، بو 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 بو، مرت مرت من جانب القائم، اصعد 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 اصعد، اعطيني يا إيسكو، يلا يا مصطفى، يا سلام عليك، توصل توصل سانشيز الى مصطفى، اضرب، جول، خلاص الهدف الاول،
1-0. كرة جميلة من سانشو إلى مصطفى والكرة جول. شوف سانشو مرر لي مباشرة، تصويبة قوية بالشباك، حلوة حلوة، يرجعها يلعب. يا سلام، انطي يا كريم، يا ولد. لا، بعدي تصويب، يا كان ممكن هدف ثاني. كريم، بنزيمة إلى مصطفى، يلا بعدي. الله، كريم يا ولد، يا كريم، يا سلام. بس مو كريم، هو اسمه كريم بس أبد مو كريم هذا الموسم، هذا الموسم بالتحديد أبد. بنزيمة ما كنت كريم حتى بهذه الكرة اللي سجلها، المفروض يمرر لي. شوف اللعبة، شوف أنا كيف حطيت هي على طبق من ذهب، بس هو خلاص هنا أنا مفروض ينطيني، يقدر يخليني أنا أسجل الهدف، بس مو مشكلة، خلي كريم يسجل، خلي كريم يستمتع، أهم شيء ناخذ هذه البطولة الغالية. يلا يا مصطفى، الله، ماكو حد، يلا يا شباب هجمه مرتده، لا، ماكو حد يقدر يخلص الكره هذه، خطره. باولو ديبالا، وهدف، جول، هدف لارسنال. طنياها ياس، الله، يلا يا كريم سجل، جول. انحسب الي، كنت نطيت مثلث يا شباب، بس المهم دخلت جول، وانحسب الهدف الي انا. خطره، دير بالك ديبالا، لا الحمد لله سجلت جول انا يا شباب. اوه يا ارسنال 3-2، نتيجه قويه، خلاص نهايه المباراه 3-2، فزنا واخذنا الثلاث نقاط، انا افضل لاعب بالمباراه. اياكس يفوزون على دينامو، احنا بالصداره، ارسنال مركز ثاني، 16 هدف 5 اسيست حتى الان. جدولنا الحلقه القادمه، ليفانتي سكيب، مباراه منتخب سكيب، وهذه مباراه بالكاس نلعبها حتى لو فريق ضعيف. اياكس أتلتيك بلباو وكلاسيكو إن شاء الله راح يكون بالحلقة القادمة. طبعا لهنا وصلتكم نهاية الحلقة، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، وصلوا هذا المقطع أكثر من 3000 لايك. شكرا مشاهدة هذه اللحظة، في أمان الله.